خلونا نتعرف على آخر كواليس مهرجان العالمين من زميلتنا جمانة ماهر اللي هتقول لنا إيه آخر التفاصيل الخاصة باليوم. جمانة مساء الخير. مساء الخير يا جمانة. مساء النور عليك يا ليلى، ومساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين القناة الأولى مساء الخير عليك يا ليلى. وانا لسه معاكم طبعا في متابعتنا الخاصه لفعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. الحقيقه النسخه دي قويه جدا يا ليلى، في فعاليات كتيره جدا، وكل الفعاليات ان كانت الثقافيه او الفنيه او الرياضيه الحقيقه كلها حقيقي اقوى من بعض. يعني احنا امبارح طبعا تابعنا معاكم حفل الست ماجده الرومي. لو هتكلم معاكم على كواليس الحفل، الحقيقه يعني الحفل كان ولا اجمل من كده، الاجواء كانت حلوه جدا. ماجده الرومي طبعا غنت احلى اغانيها وكانت سعيده جدا وهي على المسرح، وكان في تفاعل كبير جدا بينها وبين الجمهور، حتى الجمهور كان مستمتع بوجود الست ماجده الرومي، لان هي احنا عارفين ان ماجده الرومي كمان مقله الى حد ما في حفلاتها، ولكن كانت موجوده. والحقيقه يمكن كان اليوم كان في رقي وكان في شياكه وكان في فن وكان في طرب. استمتعنا جدا يا ليلى الحقيقه في حفل الفنانه الكبيره ماجده الرومي. يمكن كمان تابعنا وهي على المسرح، يمكن غنت اجمل اغانيها، من ضمن اغانيها كانت كلمات وعناك ليالا صيفيه، وغنت كمان حي على الفلاح. كان من ضمن كمان الاغاني اللي كانت موجوده كانت احلف بسماها وبترابها. وتابعنا لما كانت واقفه الفنانه الكبيره ماجده الرومي على المسرح حامله لعلم مصر، واشادت الحقيقه بمدينه العالمين، واشادت بالجهود المبذوله لتحويل هذه الارض على لسانها كمان، زي ما قالت بالظبط، قالت انها سعيده بتحويل هذا المكان من ارض الالغام لارض احلام. كان جمانة قولي لي كده ايه ابرز لقطه يمكن جدا، وكان الجمهور سعيد جدا بوجود الفنانه الكبيره ماجده الرومي. جمانة قولي لي كده من خلال متابعتك للحفله، كانت ايه ابرز لقطه في الحفله الخاصه بالفنانه ماجده الرومي؟